الجو جميل. في العام الماضي لم نستطع الجلوس في الخارج بهذا الوقت من السنة. لقد أعجبني كلامك صباح اليوم. شكرا على المجاملة. كنت لاذعا أكثر من اللزوم، إلا أن موضوع المسؤولية يشغل بالي. تحمل المسؤولية مهم جدا. بلا شعور بالمسؤولية لا إمكانية لتعايش البشر بسلام. من الذي جاء بالأول، البيضة أم الدجاجة؟ سألتني صديقتي أمس بالمدرسة، لا دجاجة بلا بيضة ولا بيضة بلا. هل ستكسرين بيضتك أم أنك تلعبين؟ أعرف أن الأكل ليس للعب. ولا تضعي كوعك على المائدة. معذرة يا ماما. إذا سمحتم أن أعود إلى موضوع المسؤولية، أين يصل بنا الأمر لو كان كل واحد يغمض عينيه أمام مشاكل إخوته في الإنسانية؟ أليس، ماذا تفعلين؟ إنني أتساءل ماذا نسمي شكل البيضة؟ شكل بيضة؟ بيضاوي، كان بالإمكان تسميته شكل بيضة، ولكن ذلك غير مبتكر. بيضاوي أحسن. سيليا، أبعد الكتاب أثناء الأكل. بيضاوي أم شكل بيضة؟ إن البيضة يعجبني، له وجوه حقيقية. إن بيضتي تشبهك. جميل أن يشبه البيض أناسا نعرفهم. ماذا تقولين يا ابنتي؟ يوجد بيض جميل وبيض قبيح. هذه البيضة مثلا. غير الموضوع حالا. أرادت القول أن وجهك يشبه البيضة. معذرة، لم أقصد ذلك. لماذا تضحكين؟ لا أستطيع أن أقول. لماذا تقفين ساكتة هكذا وتبحلقين بي؟ لا أستطيع أن أقول. ولما لا تستطيعين؟ انتبه كي لا تنكسر. أخبريني ما اسمك. أليس. أليس؟ يا له من اسم أحمق لا يدل على شيء. ما معنى؟ لا أعرف، هل يجب أن يكون له معنى؟ أليس يعني أليس. أليس، قبل أن تكمل. عصبي جدا. بسرعة. ماذا تريد؟ إنه لا يحب أن يشبهه أحد بالبيضة. أنا أيضا لا أحب أن أكون بيضة، ولكن الحقيقة تكون دائما صعبة. لقد سمعت. يا لك من فتاة غير مهذبة تهزأ بي. إن وقعت أحضر السيد. أحضر السيد. سوف يقع. ابقى هادئا، لا أستطيع أن أنظر. إنه لا يطيق أن يقال له بيضة. لم أكن أعرف أن ذلك سيغضبه. أنا سأغضب. مستحيل. هذه المرة سيقع. لا أعتقد أنه سيقع. أتراهن؟ نعم، إنه لن يقع. بل سيقع. ما أحصل من إذا أنا ربح؟ سيقع. لم يقع. لقد ربح. تعليقات غير مهذبة تجعلني أفقد توازني. اعتذري له أو فكري بشيء لطيف. حسنا سأفعل. هامتي دامتي، تعجبني ربطة عنقك، إنها جميلة. أو أقول حزامك. ماذا؟ لماذا؟ حزام؟ لو أني أعرف أين تنتهي رقبته وأين يبدأ بطنه. ماذا؟ لقد سمعت ذلك، لقد سمعت ذلك. حتى أخبى الأخبياء يستطيع التمييز بين ربطة العنق والحزام. أرجو المعذرة لتعليقات السخيفة. ذكاؤك يدعو للأمل أن تصبحي شيئا مهما في يوم ما. أمي تقول إن لساني طويل. سيدة ذكية. إنها كذلك. حديثك ممتع ولكن يجب أن أذهب. لا تذهبي الآن. لم تقولي كم تبلغين من العمر. 7 سنوات و6 أشهر. كان علي أن أعذر أنك في عمر غير معقول. ما هو لا معقول في ذلك؟ لو أنا لكنت انتهيت بعد 7 سنوات. حسنا، هذا لا ينطبق علي. هي أنت اسمعي نصيحتي ولا تقولي إن عمرك 7 سنوات و6 أشهر. 7 سنوات كبيرة بما فيه الكفاية لفتاة. هذا الأمر يخصني لوحدي، أكبر متى وكيف ما أشاء.
يبدو أنك متكبرة جدا. يبدو أنه ليست لديك أي فكرة عمن يأتي لسماع نصائحي. سأعطيك نصيحة لكي تقتنعي. ماذا تريد مني؟ سأنصحك نصيحة. حسنا، أعطيني نصيحة أستطيع أن أعمل بها حقا. إن البقاء للأقوى دائما، أو البرهان القوي يغلب البرهان الضعيف. النصيحة الثانية ستدفعون ثمنها. ما هذا؟ أولا ألزمتني بقبول نصيحتك، وثانيا تطلب ثمنها. هكذا؟ ولكن اليوم هو يوم الدفع. إذن عليك الإجابة على سؤالي. أخبريني، لماذا أجلس فوق السور لوحدي؟ ها؟ هل تعرف أنت؟ لا أعرف. ألا تعرفين؟ بسيطة جدا، لأنه لا أحد يجلس بجانبي. كان سؤالا سهلا بل سخيفا. قفي قفي قفي، انتظري. كيف سأتعرف عليك إذا ذهبت؟ إن شكلك مثل الآخرين. إني أقع، إني أقع. هذه المرة سيقع. لن يقع، لن يقع. بل سيقع، قلت لك لن يقع. كفى شجرة، انظر هناك. هذه النهاية، لقد ضعت. أرجو من الله أن لا أقع. المسؤول عن هذه الحالة سيلقى جزاء. خسارة أنني لن أتعرف على هذه الفتاة مرة أخرى، فكيف أذكر هذا الوجه من بين الملايين؟ كيف؟ كيف؟ هذا ليس لطف منك. الناس تقول إني جميلة. جميلة؟ لو عيناك على الذقن والفم على الجبين لكنت أجمل. بل سأكون قبيحة وسأبدو مثل الشبح. إذا لم تجربي فلن تعرفي. لا تعرفين، أضروري وجود الأنف بوسط الوجه؟ إنه هكذا ببساطة، أنفك أيضا في وسط وجهك. اركضي إلى السيد واخبريه عما حصل لصديقه. قوليه إن حياتي معلقة على ربطة عنق. قولي، هيا. لقد أصبح الأمر شيقا. شيقا؟ هيا. حاضر، اذهبي الآن. نعم إننا ذاهبان. ماذا تعمل؟ لا شيء. أعرف تماما ماذا تنتظرون يا عصابة بلا قلوب، ولكني أقول لكم سوف لن أرضيكم ولن أسقط. هذا مخيب للأمل، انتظرنا هذا منذ الزمن. السيد آتي فعلا. ليس لدي عمل سوى مساعدة صديقي، إنه يضع سرج حصاني حالا. انتظر. من يضحك أخيرا؟ يضحك كثيرا. لماذا لا تعطي النصيحة لنفسك؟ انتهى الأمر. لكنه لم يسكت. إنه سيقع، تراهن؟ إنه سيقع، تراهن؟ أقول لا، أقول نعم. مستحيل. طبعا تراهن أن سيقع؟ نراهن سيقع. قيمة الرهان ضبط. قيمة الرهان ما؟ ألا تشفقون علي بتاتا؟ للأسف لا. هل تشفق أنت؟ لقد تأخرت الفتاة والسيد. بصراحة إني أجد القصر هنا كل مرة أقبح من السابق. هذا هو السيء بسيدة القلوب، ليس لديها ذوق بالمرة. دعك من هذا، لدينا مشاكل أخرى الآن. إنه ليس بشعا، إنه جميل. تعال سأحملك كي نسرع أكثر. انظري، هذا قبيح بالفعل. لا، لم أرغب بأكلها بل رؤيتها فقط. أعذرني يا سيدي. قلة أدب أن تخيفيني هكذا، ظننت أنك سيدة القلوب. هيا اذكري اسمك بوضوح. اسمي أليس يا سيدي، وهذا أرنبي باني باني. نهارك سعيد يا مولاي. وصلتما في الوقت المناسب، هل تسمح أن أدعوكما على الغداء؟
نعم بكل سرور، ولكن عليكما أن تعيداني ألا تقول أي شيء لسيدة القلوب، لقد أمرت أن أخفف وزني. أخفف وزني؟ هنا لا يزعجنا أحد. هذه أطول مائدة رأيتها في حياتي. رائع، عندما تتحدث السيدة لا أستطيع سماعها لأنها بعيدة. هذه الأرنب، وهذه لك. شهية طيبة. لا أحب الدجاج، ولكن لا يخطر على بال السيدة شيء آخر. قديما كان طعم الدجاج أفضل. مال، لكن على المرأة أن يكون ممنونا إن وجد خدما. بني بني، هذا له شهية مباركة، ولكن ماذا بك؟ لما لا تأكلين البيضة كي؟ كدت أنسى لماذا جئت إلى هنا. سيدي، يجب أن ننقذ البيضة. لا تأكليها إذا كنت مشفقة عليها. لم تفهم قصدي، لم أقصد هذه البيضة، بل أقصد هامتي دامتي. لقد سقط عن السور وتعلق بربطة عنق. أرجو ألا تكون الربطة التي أهديته إياها لقد كانت مستعملة. القماش مخترئ تقريبا، فإذا كانت حياته معلقة عليها فلن يصمد طويلا. ربطة جديدة لهامتي دامتي. إنك أسأت فهمي يا سيدي، ليست المشكلة ربطة عنق جديدة. ألا يسمعني أحد؟ ما الذي يجري عندنا اليوم أيضا؟ هل هي بيضة نية أم ماذا؟ راهن أنها بيضة إبرشت. إذا سقط يصبح بيضة مخفوقة. لنراهن من جديد. لماذا يتركوني أنتظر طويلا؟ أمرك مولاي. على الجنود أن ينهضوا ويستعدوا ويجهزوا الخيول. أمر آخر. نعم، أغلق الباب خلفك. ارفع العلم ونظف المدفع. أوامر سيدي. أحضروا العرب من الإسطبل وجهز الأبواق. حاضر يا سيدي، أمرا وطاعة. وأخبر السيدة أن تحضر شيئا جميلا للعشاء. أمرا وطاعة. تعرف أني أريد الهدوء عند الظهر؟ لقد نسيت ذلك، ولكن أتعرفين من فضلك لم... لا 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 شيء، لا شيء. معذرة سيدتي، وقع همتي دمتي عن السور. أخبريني من أنت؟ اسمي أليس، تقابلنا من قبل. أليس؟ لا أظن أننا قد تقابلنا من قبل. إن هذا ليس مهما. ألست تلك الفتاة الصغيرة التي أغضبتني منذ فترة قريبة؟ لا 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 لا، لقد وصلت حديثا إلى بلاد العجائب، صحيح؟ نعم هذا صحيح. لنصدق ذلك. والآن أنت، ما معنى هذا الصراخ؟ صراخ؟ أنا؟ هل يصرخ هنا أحد؟ سأصرخ إذا لم تقل. ماذا أقول؟ تقول هذه الفتاة إن همتي دمتي قد وقع عن السور، هل صحيح أنك تنوي مساعدته؟ كلا، لقد أردت فقط ربما قليلا. إذن أكيد، بالرغم أنك تعرف أن همتي دمتي يتكلم بالسوء عني، فإنك تستخدم جنودنا. أعلن الطاعة، الجنود جاهزون للتحرك. سوف أطرده حالا. يا حبيبتي. نعم. إذا طردت مهرجي أذهب أنا أيضا، لولا هذا المهرج لمت من الضجر. هل لك مهرج؟ للأسف لا. عندي لك مفاجأة، سأرافقك. ماذا قلت؟ هذا لطف منك، فكرة رائعة، هذا ما ينقصني. قبل قليل دعت نفسها سيدة الشطرنج البيضاء على الشاي. عزيزتي كم هو لطيف منك. خير مناسب، وبعد الشاي نلعب جولة كروكيت. احترسي المزرية. احترسي الكتب. المكان مظلم هنا. لقد دعوتك للشاي بعد شهرين. لا يهم، كلما تخمر كلما كان مذاقه أحسن.
اذهب معك، اذهب لوحدك. هذا يؤسفني. الفضل لها. لو تركتها وحدها فستدمر لنا القصر. وهذا ما لا نستطيع تحمله الآن للأسف. اهتمي أنت بضيفتك فقط، وأنا أنفذ كل شيء بطريقة ترضيك. أبذل جهدك، ولكن لا تجب العار على العائلة السعيدة. سأبذل أفضل ما عندي، سيكون لك سببا لتفتخري بي. سوف أفتقدك. يا لها من مزهرية جميلة، لم أكن أعرف أنك تجمعين مزهريات، يجب أن أشاهدها عن قرب. انتبهي أرجوك لا تكسريها، على الأقل أترك القطعة الأخرى. إني أسفة جدا. لا يهم، فهي لم تكن جميلة. حتى الآن المراهنة جيدة. همتي دمتي، لدينا نصيحة عظيمة لك، اشترك في الرهان وستربح، لأنه لا أحد يعرف أفضل منك إن كنت ستسقط عن السور أم لا. أيها الناس اشتروا قبعاتي، هذه لحظة تاريخية، ولا يليق باللحظة التاريخية سوى القبعات الاسطوانية. همتي دمتي، ضيعت وقتي، هل تنوي أن تسقط أم لا؟ لا أستطيع أن أضيع نهاري هنا، لدي موعد. أين السيد؟ لماذا لم يأتي لتخليصي من المأزق؟ أرجوك حافظ على وعدك أيها السيد، لا تترك صديقك لوحده. بعد قليل سيسقط. أنا سأربح الرهان. أنا سأربح الرهان. هل تصمد قشرته؟ لو أني لا أعرف أنها قاسية كالجوز لقلت لا. ملابسكم غير مناسبة لمثل هذه اللحظات الرهيبة. إني الآن في موقف محرج ودقيق، هل تسمح بسؤال؟ لا لن أسمح، لقد طرحت أسئلة عن جميع الأوقات. هيا. يبدو أنه مختار. لا يفهم المزاح. في المستقبل تستطيعون بحث عن مستشار آخر. اسكتوا الآن. الويل لمن يطلب مني نصيحة واحدة. السيد، لقد جاء السيد. وأخيرا أضع كل شيء تحت قدمي، وصديقي السيد يأمر بسجنك. إنك تستحق. قشرته ليست مكسورة. مولاي وقع همتي دمتي. اتجهوا رأسا وأسلكوا أنا الطريق المختصر لنرى ماذا نفعل. أتظن أن السيدة سيمسكه؟ راهن أنه لن يقدر. سيقدر. أقول يقدر. أقول لا يقدر. اصمت يا صديقي، سأساعدك، لا أتركك في مأزق يا هانت دمتي. اسقط ببطء يا صديقي، فأنا هنا. يجب أن أعتمد على مقياس عيني. أعتقد لا. شكرا جزيلا، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بشكل أسوأ. بالفعل لقد نجح، ستفخر السيدة القلوب. لا، ربما لا. عيش السيد، عيش السيد، عيش السيد، عيش السيد، عيش السيد. هل سمعت؟ ما من أحد قال هذا من قبل. انتبه لقشرتي. عيش السيد، عيش السيد، عيش السيد، عيش السيد.
يعيش السيد. تحلمين ثانية بعينين مفتحتين؟ لقد سألتك لما لا تأكل البيضة. لا أستطيع أن أكل بيضة بعد الآن، البيض لطيف ولا يؤكل. أليس اذهبي إلى غرفتك ونتكلم فيما بعد. إن وقعت مرة عن السور تعال عندي وأنا أتكفل أن ينقذك سيد وجنوده. طفلة لها خيال واسع، ولكن لماذا تريدني أن أسقط عن السور؟ هل تريد بيضة؟ تفضل. ولا واحدة؟ في الحلقة القادمة سنروي لكم ماذا تتخيل أليس عن جرو صغير أصبح كبيرا، إذ لم تكد تحلم ببلاد العجائب حتى ترين هي والجرو بلاد العجائب، وذلك لأنه في ذلك اليوم وبالذات تقيم ملكة الشطرنج البيضاء باولا حفلة على شرف زوجها الملك باول، وتدعو إليه جميع سكان بلاد العجائب. في المرة القادمة سنحدثكم عما سيحدث في الاحتفال.